انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. مجدي كامل تحديدا ابن بطن امي يعني، يعني مجدي اه ده عشره عمري. فاحنا كلنا مجدي مثلا ما كانش بيعرف يسوق، وانا كان عندي عربيه سيد كده يعني تمام، لو ما سقش ما بنخرجش، لازم هو يسوق ولازم نعمل حادثه ولازم نروح على الاسم كل مره كل اسبوع دي. عشان ما بيعرفش يسوق وهو مصر انه بيعرف يسوق. لا افتكر مره كده حادثيه كده حلوه، ولا كنا طالعين المقطم نشوي، كنا بنروح كل اجازه بقى بالليل ناخد اللحمه المتبله، مجدي شاطر في الطبيخ والمكرونه ومش عارف ايه وبتاع، ونطلع نفرش بقى وراكيه نار ونقعد نشوي وناكل. كنت انا ومجدي واحمد حسنين كان زميلنا في قسم الديكور، خالد محفوظ الله يرحمه زميل لينا برضو، محمد الوكيل، سعد والى اخره. فكلنا اتدفسنا في العربيه ما اعرفش ازاي، فاللي سايق كان احمد حسنين. وسعت منك شويه يا احمد؟ لا والله العظيم. كل دول يدخلوا في العربيه ازاي؟ اساليهم كلهم اقسم بالله، ده انا في ناس ما انتجت اسمائهم، يعني في ناس ما رضيتش اقول يعني اسمائهم. يعني مثلا سبعه في العربيه؟ هنقول سبعه. ها. هنقول سبعه قاعدين فوق بعض بقى. اه كان طلعت المقطم القديمه دي. فطلعنا ايه وراحت واقفه فجاه باب العربيه اتفتح وكل واحد بينط في ناحيه، والعربيه راجعه والعربيه نزلت المنزل بظهرها. طب استني حادثة رهيبة. انت بقى صاحبه مش شاطر اول الدفعة اللي يعني؟ والله انا كنت اول دفعة ومجدي تاني دفعة، مجدي تاني الدفعة وانا اول الدفعة. اه ومجدي داخل بالتمويل؟ مجدي داخل بالتمويل. من الاول أهله. من الاول. رامز جلال كان داخل بايه بقى؟ رامز جلال بص بقى، انا ورامز اصلنا قد بعض باليوم يعني، فعشرة عمر وسنين. طنط ادريه الله يرحمها وانكل جلال الله يرحمه، دول اهله الله يرحم الاثنين يا رب. ورامز كان مقفول عليه قوي يعني، امه الله يرحمها كانت تخاف عليه قوي. رامز جلال؟ اه رامز جلال. فكنت انا انزل كل يوم، انا ساكن في المهندسين في شارع شهاب، انزل اعدي على شارع جول جمال في بطل احمد عبد العزيز، اخد رامز وسندوتش المربى والحلاوه بالقشطه وسندوتش كفته ملفوفين في ورق جرايد، وويلو لو رجع بيهم من طنط ادريه. فكنا بناكلهم في السكه بقى ونقضي اليوم اي حاجه. يعني اقول ان رامز جلال كان غلبان؟ رامز جلال لا، رامز جلال كان يعني رامز لغايه دلوقتي رامز طيب جدا على فكره. لا مش بتكلم في الشقاوه، لا الشقاوه انا بتكلم على الشقاوه، اصل انت اللي بتقوله. لا هو طول عمره شقي، بس يعني هو وسعت منه قوي في الشقاوه. بس انما كان اهله ملجمينه يعني، مش يعني. لا بصي اقول لحضرتك على حاجه، كل الشقاوه اللي بشرحها لحضرتك دي بس الحمد لله كلنا كنا متربيين وعارفين يعني ايه كبير، عارفين يعني ايه صغير، عارفين يعني ايه بروتوكول، يعني ايه اصول، يعني كل الحاجات دي كنا عارفينها. فرامز داخل بشقاوته عادي. داخل بشقاوته عادي. احمد حلمي؟ احمد حلمي كان بوهيمي شويه في الايام دي. فكان يقعد بقى يرسم على البلطو بتاعه مثلا. هو احمد انا بعتبره اقوى واحد في مصر بيرسم بورتريات. يعني في الشنيع. ما شاء الله عليه يعني، احمد شنيع في الرسم. فنان جدا. جدا جدا يعني. فكان يقعد بقى هو يرسم لنا، كل طموحاتنا كانت بتترجم على ورق رسم. وكان مثلا في مواد ما بحبهاش ما يحضرش، يأجلها للسنه الجايه. نيجي كلنا رايحين امتحان الانجليزي مثلا، كنا بندرس حاجه اسمها الاولد انجلش، زي اللغه العربيه المقعره كده يعني. فهو ما بيجيش من اساسه يعني، لغايه ما ربنا جبر بخاطره ونجح فيها. كذا مره اسمعه يتكلم انه علاقته مع الانجليزي مش لطيفه يعني. مين؟ أحمد حلمي. احمد انا شايف ان هو من الممثلين كزميل طبعا مش بقيمه. احمد اخويا يعني، احنا كلنا كنا بننام في اوضه واحده يعني. احمد من الناس اللي طوروا نفسهم جدا 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 عظيم يعني. عظيم بصراحه يعني. طيب